الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في ثاني حلقات برنامج عساكم من عوادة. عود علينا يا العيد عود. طبعاً مشاهدينا الكرام في هذه الأيام المباركة الجميلة وأيضاً السعيدة، نتمنى أن الكل يكون يحتفل أيضاً بهذه الأيام الجميلة، عيد الأضحى المبارك. الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية بكل عام وإحنا بأفضل حال يا رب العالمين. طبعاً في بداية البرنامج أحب أصبح وأيضاً أبارك لك يا شيخة ثاني أيام عيد الفطر، عيد الأضحى المبارك. عيد أنتم عيد الفطر وهند مساعدة تقول رمضان في كل شيء اليوم. طبعاً نخص بالتصبيح لكل أمهاتنا وأبانا اللي قاعدين يشاهدون اليوم من خلال شاشة التلفزيون قطر، ونقول لهم مرة ثانية كل عام وانتم بخير وعساكم من عيدين العيد، واللي ما عيدنا به أمس اليوم انتم قاعد تشوفونا اليوم من خلال هذه الشاشة، وقاعدين طبعا نحتفل احنا بهذه الأجواء الجميلة جدا اللي قاعد نستضيف من خلال هذه الشاشة العديد من الضيوف سواء من داخل قطر أو حتى يعني خارج التلفزيون، أساس نشوف احتفالاتهم وشلون هم عيدوا أهلنا أو جماعتنا معهم. أكيد يعني شيء جميل أن أيضا نحن نكون دائما في تلفزيون قطر حريصين على مواكبة أهم الاحتفالات والفعاليات. فمشاهدين الكرام يمكن احنا راح ناخذكم في ساعة ونص منوعة ما بين الفقرات وأيضا التقارير وأيضا ضيوفنا اللي راح يثرون البرنامج بوجودهم، سوالفنا وعاهم، ناخذ ونعطي شوي، نسترجع الذكريات وأيضا نشوف شنو الجديد اللي راح يكون خلال الايام القادمه. بس ولا حد من يعني ضيوفنا اعطانا عيديه، يعني اعطيه عيديه؟ يعني هو واحد شي يقول مو مشكله، المفروض احنا نعطيهم، هم جايين لنا احنا نعطيهم. والله ما اعرف انا عن هاي الترتيب، هاي ما اعرف. المره الجايه خلاص العيديه هي اللي عندك. خلاص ان شاء الله باذن الله. طبعا مشاهدينا الكرام احنا يعني دائما نحاول ان نوصل رسائل، في هذه الرسائل مثلا من خلال برنامج عساكم من عوادة ان احنا دائما نكون قريبين لكم، وفي نفس الوقت ان احنا دائما نحاول على قد ما نقدر ان نبث رسائل ايجابيه. لازم الواحد يستغل مثل هذه الايام المباركه وايضا الايام الفضيله انه يكون له الفضل وله الخير وايضا يكسب الاجر والثواب في صله الارحام، لان صله الارحام شيخه لها اجر كبير عند رب العالمين، خصوصا لما تجي مناسبه مثل مناسبه عيد الاضحى، عيد الفطر، شهر رمضان وهذه الايام المباركه. صحيح، يعني امس احنا كنا يعني في جمعه اهل، على طاري الاهل يعني كنا متجمعين ما شاء الله، يعني احنا والاهل بنات العمه والعمه، فحلو فعلا مثل ما قلت الاجواء هذه الحميميه احنا نسميها، لان ليش؟ لان احنا ما نلتقي دائما، دائما الكل مشغول والكل قاعد يعني مشغول في اشغاله او في الدنيا، لاهي في الدنيا سبحان الله، يعني الدنيا صدتها لاهي، لكن لما نقعد مع بعض ايش حلو ان احنا، ايش كثر حلو ان احنا ننقل هذه المشاعر الجميله بيننا وبين بعض، ننقل هذا الحب من خلال الحديث، الحوار، نتكلم في شتى المجالات، في شتى جوانب الحياه، نتكلم ايضا عن همومنا، نتكلم عن عيالنا، ف فرصة فعلا ان احنا نلتقي في اهلنا، وانا اقول الفرصة هذه نحرم منها الناس اللي سافروا او مسافرين من قبل ولحين ما رجعوا، لانه فعلا هذه الايام والاوقات ما ترجع وتعود مرة ثانية، فاستغلوا فعلا هالاوقات دي فعلا. اكيد اكيد، ايضا نتمنى السلامة لجميع المسافرين خلال عطلة الصيف مشاهدينا الكرام، وفي نفس الوقت بعد دائما نرجع ونكرر ان دائما حاول على قد ما تقدر ان انت تكون مبادر، ان انت الشخص اللي تطلع منه هذه المبادره الطيبه. نتمنى اكيد ان الله يجمعنا ويجمع كل احبائكم دائما على خير، مش بس في هذه الايام المباركه لكن طيله ايام السنه. يعني مثل ما تفضلت وذكرت بعد شيخه ان دائما الدنيا تلاهي، الواحد دائما ينشغل ينضغط بامور الحياه، بامور المنزل، بامور العمل وغيرها، لكن هذه الايام هي اللي تجي تفضي العالم من جميع مشاغلها، تخليها على اساس تتعبد وتصل ربعها، اهلها، جماعتهم، فاكيد يعني ايام جميله. اكيد، وفي جماعاتنا دائما احنا ما نحط الاشياء اللي احنا دائما نحبها من بينها الشوكولات، يعني احنا دائما نحب الحلويات، والحلويات دائما حاضره في ايام المناسبات والاعياد اللي قاعدين نحتفل فيها. اليوم احنا عندنا بعد من شوكولاته ريلاتو مبدعين أمانةً، ريلاتو تقدموا أن يكونون خلينا نقول الراعي لفالة العيد هالسنة، فكل الشكر لهم. دائما حريصين على اللي هو توفير
الأطباق اللي هي مناسبة أمانة خلينا نقول السفرة القطرية وأيضا السفرة العربية، فالمواطنين والمقيمين بيلقون حاجتهم عند ريلاتو. شيء جميل بعد أيضا أن في تنوع أمانة. صح صحيح، في تنوع غير يعني. وغير كل هاي، أهم شيء أن الواحد ما يكثر من السكر عشان لا قدر الله يتعب، فالواحد زين يعتدل في الأكل. هو صحيح أن الواحد لازم يعتدل في الأكل، لكن جدا من الحلويات والشوكولات الناس ضعف النفسية ضعيفة. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما قلنا لكم عن موضوع اللي هو فالة العيد وأهمها في وجودها في هذه المناسبات، بنشوف معاكم تقرير عن ريلاتو وشنو يقدم من حلويات وغيره من خلال هذا التقرير، ولنعوده. أهلا وسهلا فيكم بحلويات ريلاتو، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله بنعاد عليكم بالخير والبركة. نحن بحلويات ريلاتو بنقدم جميع أنواع الحلويات من شوكولات وبيتي فور وحلويات عربية وحلويات شرقية، ومنقوم بتزيين الصواني بطريقة كثير مرتبة، ونستخدم أفخم البرودكت بالسوق لحتى دائما نكون متميزين بالجودة والنوعية تعيتنا والطعم. نحن كل شيء بنطبخه عندنا هون بمصانعنا، الحشوات كلها بنعملها على ايدنا، ما في شيء جاهز. كان البيستاشيو، زبده البندق، الهيزلنات، كثير حشوات، يعني في اكثر من 50 صنف كله بينطبخ بالمصنع وبيتقدم بطريقه كثير حلوه. كمان نتميز بطريقه الشوكولا، ممكن الكتابه على الشوكولا بطريقه حلوه، عيد اضحى مبارك، اسم العائله، اسم الشخص، الجراديويشن، هاي الاشياء كلياتها يعني نقدر نكتب على الشوكولا، على المكرون بطريقه حلوه، نعمل ابراج، نعمل صواني، شوكليت مكسر، بهي الطريقه الحلوه. بالنسبه للشوكولا، هي اكثر شيء في عليها اقبال بالعيد. نتميز بالشوكولا، في عندنا كثير انواع شوكولا، في المادلين شوكولات، في الدراجي، في عندنا تابلت شوكولات، في جندوجا، في الكوفي سويت الحلو العربي بانواعه يلي بيتميز تقريبا ب 25 صنف، بين جوز، لوز، بندو، فستو، كثير 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 نكهات. حتى ممكن الزبون اذا حب باوقات ثانيه غير العيد عنده فليفر هو بيحبه، ممكن يجي يقلنا ونحن بنعمل له الفليفر يلي هو بده اياه بالشوكولات. قبل يومين من العيد بتبلش الزحمه، والزحمه يعني اكثر شيء بتكون ليله العيد، ليله العيد بيكون كثير ضغط شغل، ويعني تسليم طلبات، توصيلات، كلها بتكون ليله العيد. نحن بنبلش استقبال طلباتنا قبل ب 20 يوم من العيد لنبلش نحضر. طبعا نحن بنطرح كل شيء برودكت جديد على موقع الانستغرام، من صواني، من منتج، من كل شيء بدنا نقدمه بالعيد من جديد بينزل قبل 20 يوم على الانستغرام بطريقه مرتبه وحلوه، والزبون بيختار اللي بده اياه وبيجيب لنا صوانيه، او بيختار من صوانينا، لان حتى الصواني اللي موجوده عندنا طريقتها كثير مرتبه وحلوه، والبرزنتيشن تاعتها كثير عاليه. بالاضافه للحلويات يلي بنقدمها بالعيد، كمان في عندنا اصناف كثير ثانيه واسعه، مثل الموالح، بنقدم ساندويتش دايت، بنقدم كرواسون، فطاير ميني، ساندويتش ميني، ورق عنب مسخن، كبه، مقبلات، هاي الانواع كلياتها بنقدمها بطريقه برزنتيشن كثير مرتبه بصواني ذهبيه، او الزبون فيه يحط البوكس، او مثل ما قلنا قبل انه الزبون فيه هو يجيب لي صوانيه وبنعطيه اياهم بطريقه كثير مرتبه. وهي الطريقه يعني الصواني بتتقدم كمان بالمجالس، بالطاولات، بالسفره، يعني بتكون موجوده على سفره العيد بطريقه حلوه وراقيه. بالاضافه للشوكليت والموالح يلي بنقدمها، كمان في عندنا كيك بيكون خاص بالمناسبه، بيكون عليه ديزاين خروف بشكل حلو مرتب، وفي انواع كيك كثير ثانيه كبيره. في عندنا الكيك الصيفي نحن بنقول له، يعني عباره عن كيك الرمان، الشمام، البلوبيري، الرازبيري، التوت، في الفريرو، في الجالاكسي، وكمان موجود عندنا الايس كريم،
بانواعه، بيستاشيو، مانجو، شوكو فانيلا، كثير انواع من الكيك بنقدمها. كمان في عندنا قسم الورد فينا نضيفه بالصواني، بعض الزباين بتحب انه يكون الصوانين كثير مرتبه مع الورد، فعندنا قسم الورد نحن بيهتم بهذا الشيء بتزيين صواني الزباين بالورد بطريقه حلوه ومرتبه. مناسبه عيد الاضحى المبارك، نحن من حلويات ريلاتو منعايد كل الشعب القطري وكل المقيمين على هاي الارض الطيبه، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. ما شفنا مشاهدين يعني جماليات العيد كثيرة، من بينها حلويات العيد، الموسيقى، التمثيل وغيرها الكثير والكثير. واليوم احنا طبعا في أول فقرة لنا راح نستضيف معنا ممثل وجد نفسه في كثير من الأدوار والأعمال الدرامية والمسرحية، ما توقف عند طبعا نقطة معينة، وما وقف أيضا في ظل جائحة كورونا، قدم أعمال كثيرة ومتنوعة. اليوم معانا الفنان اللي له كثير من الأدوار التوعوية اللي ظل يقدمها بغض النظر عن اختلاف الوسائل المتاحة. خلونا نرحب اليوم بالممثل والفنان القدير أبونا فالح فايز، عساك من عيدين العيد وكل عام وانت بخير. عساك من عيد العيد إن شاء الله وكل عام وانت بخير. وانت بخير. أولاً أهني صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد ونائب الأمير بهذه المناسبة السعيدة والشعب القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. أكيد الله يعود علينا هالأيام إن شاء الله وإحنا بأفضل حال. بداية شلون كان العيد وياك؟ العيد والله شوف أمس أنا معي عادل يعني صراحة. أفا. يعني تميت طبعا سهران اللي قبلها يعني بليلة لين الصبح، ابي انام ابي انام، وقاعد احاتي كأني تذكرت ان انا يوم انا صغير ان انا باكر ايش بسوي في العيد الحين، ايش بسوي، وصار لي هذا القلق يعني. تميت تميت تميت، المهم لين الصبح ما شاء الله الصبح جو الاحفاد والعيال وسلموا علي، وهذا عقبها حسيت ان انا سلمت على الكل، قلت برقد وبعدين يصير خير يعني. اغفيل شوي. اي المهم ان اديت واجبي وعييت. ما تغديت غدا العيد؟ لا يا ابو اليا بس متاخر انا كانت متاخر يعني صار هذه عشاء، صار عشاء عشاء العيد، صار عشاء العيد. زين اليوم اليوم يعني انت كممثل الفنان فالح، يعني شلون تشوف انت الجيل هذا قاعدين يحتفلون ب يعني العاد بالعيد كعاده او تقليد لنا، من حيث الملابس الجديده تحضيرها، او من حيث حتى المعايده على الكبار في السن؟ يعني طبعا اختلف العيد سابقا، اختلف لانه ممكن في عناصر كثيره اللي هي افقدت حاليا يعني افقدت، لان قبل البيوت ما شاء الله عند بعض، العالم الجيران، انا اعرف البيت الفلاني وانا اعرف البيت هذا وجههم، غير هذا العيال هم يجهزون نفسهم ويرتبون نفسهم من ثيابهم جهزه ويصرخ وين هذا جهزوا لي، وكل شيء كل شيء اموره طيبه، وممكن هو يرقد ويطالع ثوبه انه موجود ولا لا، لا يشرد عنه انزين، لا يشرد عنه ثوبه، وهاي يضبط اموره كلها. الحين الطفل طبعا وهذا انه ممكن حتى ما يقوم، يقومون بالقوه، قوم عيد بعيد، يطالع حمام جاهز ثيابك جاهزه، يجيبون لك كل اغراضه يم عشان يلبسونه وانه تطلع، ويركبون السياره تلقينا راقد السياره ما له خلق يعني مثلا يلوت اي تعبان تعبان. عكس الاول كانت فرحه العيد غير يعني، مع العلم انه يمكن يعني حتى لو احنا قلنا بالمبالغ اللي كانت تتاخذ وهذا يعني شنو ريال ربيه ما ادري شنو، ولا هاي ربيه وايد عاد محصل انا ولا انتين انا وانتين هذه حصلها، ويروح يتشرى الدكان ويخلص الدكان بالهانه الانا والانتين هذه. الحين ما شاء الله ياخذ فلوس صح
زين فلوس صح يعني ياخذ فلوس صح يعني زين وما يعجبه بعد اي كل ما لا وبعد يتشرط اذا واحد عطاه قام عطاه مثلا 100 ريال ايش دعوه 100 ريال انا غير انا كبير الحين عطني 200 500 500 الحين 200 200 ما تصرف صار صار صاروا العيال غير يعني غير هل هالزمن يعني غير وان شاء الله نتمنى لهم الصلاح يعني انه يحافظون هذه على هذه العاده يعني وهذا اللي مثل ما نقول شنو الشغله الطيبه القيمه اللي القيمه اللي انا اقدر امر على جيراني امر على ناس يعني انت جارك 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 ما يجي مثلا في العيد انه يجي ويسلم عليك ويقعد يدش الميلس مفتوح يعني نادرا ما تحصلين وفي الحين ما شاء الله عندنا يعني في مناطق تحصلين يمكن 10 ميالس يم بعض زين هذا ما قاعد فيه ولا حد مسكره اول يمكن ميلس واحد في الفريج العالم كلها متجمعه كلها متجمعه فيها فيها صح يعني مثل ما تفضلت ذكرت امانه هي نقاط عديده ومهمه في نفس الوقت بعد هو دور امانه دورنا احنا ان احنا شلون نحافظ على هالشيء شلون ننقله لهم بطريقه بحيث ان هم يقدرون يوصلون على نفس المنهج اللي احنا قاعدين ننقلهم اياه. نطلع معاك عن شويه اجواء العيد زين بروح معاك عن شويه نسترجع الماضي خلينا نقول. ايش معنى اخترت التمثيل من بد المجالات الثانيه؟ هاي النقطه، النقطه الثانيه شنو هي الصعوبات اللي واجهتها كممثل؟ أنا في البداية إحنا كلنا في الفترة اللي إحنا كنا يعني فيها كانت السينمات أكثر وكان يمكن التلفزيون يعني لين الساعة 12 يتسكر زين يمكن حتى قبل في بعض التلفزيونات زين وإحنا التلفزيون طلع يعني في قطر يعني سنة 70 صار أسود وأبيض زين إحنا قبلها كنا نشوف تلفزيونات الثانية اللي هي في الظهران ما أدري وين رأس النور هاي اللحظة غير السينمات اللي كانت موجودة يعني في الفريج مثلا يعني مثلا إحنا كنا عندنا في البيت أوقات بين شهرين ولا شهر نجيب سينما في البيت يتفرجون الفريج كله تلقاهم فوق السطح اللي في الحوش اللي هذا العالم التفرج مني في مثلا في ناس عندهم سينما ثانية من ذي الصب مثلا عقب فترة تروح لهم هني أنا تولعت بالشغله هذه، كنت استانس استمتع يعني عندي مثلا شو اقول لك في الدرايش الاول الدرايش الاول خشب زين مع الحدايد هذيلا الخشب هاي لما تغيب الشمس وهي غايبه الشمس يدش الاضاءه تدش داخل هذه اللي بين فتشات الدرايش وتعطي المناظر يعني كانه شيء خيال تشوف شغلات التحرك وما ادري شنو هي مثلا السدره تتحرك للشيارة بس انه داخليا تبين انه في شيء ثاني، انا تولعت في هالسالفه تولعت ان انا اشوف شغله، كنت اجيب معاي مجموعه من الربع الحين اللي صار وكيل وزاره اللي صار ما ادري وين زين ما شاء الله الله يوفقك كانوا موجودين هذول معاي كانوا في الفتره هذه اني احنا اللي مثلا نسوي في بيتنا اذا اهلي بيطقونه بيروحون صوب الخور، المناطق البعيده هذه انه ياخذون فتره طويله لان يروحون ويردون هذه انا فرصه الحين اروح حق الربع تعالوا نبي نمثل نبي نسوي شيء تمثيليه اللي بنجمع كم من واحد كذي وكلها ارتجال اللي احنا شفناه طريقه البوكس طريقه ما ادري شنو كل ارتجال اللي شفناه في السينما نبي يعني كان نطبقه شنو الموضوع ما تدري شنو الموضوع انت العم انا الخال هذا ما ادري شنو وهذا ما ادري بس وسوي تمثيليه يعني لدرجة ان احنا سويت انا مرة يعني في البيت عندي مثل مسرحية وخلينا عيال الفريج انه قمنا نسوي في الفريج انه في مسرحية عند فاول ويوني يجمعون اليهال خليت واحد عند الباب انه يجمع الفلوس يعني يجمع الفلوس انا يدشون خمسة بانا يدشون داخل ويجمعون في الحوش يقعدون يطالعون شو يقولون هاي شو يسوون هاي بس هم مستانسين يشوفون الناس هني انا تولعت في السالفة دشيت في سالفة مرحلة الكشافة صارت بعد أكثر وأكثر أن حبيت الشغلة زيادة الأندية الصيفية صار خلاص صار عندي أن أنا أحب أن أبي أمثل أسوي لين طبعا لين صارت عملية أن مع فرقة من الفرق مع واحد من ربع الله يرحمه موسى عبد الرحمن وبعدها في فرقة السد وبديت عاد قمت أشتغل خلاص أشتغل
من خلال هذه الفترة بعدين كلمني كان الله يعطي الصحة والعافية سالم ماي، قال لي بدال أنت ما تقعد كذي والشكل هذا يا أخي روح ادرس وخذ لك شهادة بدال ما تكون هالشكل. قلت له لا أول ما ببي أنا الحين موظف وخلني مرتاح وأموري طيبة حصل راتب وهي. قال لي لا لازم تروح تدرس أحسن لك تشوف وظائفنا إحنا شلون تطورنا وهاي. والله قلت والله ممكن صح، ورحت درست والحمد لله تخرجت وصارت الأمور أفضل وأفضل وأفضل طبعاً. أكيد الحمد لله. اليوم لما نتكلم عن التمثيل والأدوار اللي أنت أديتها، وكان يعني يمكن أنا المطبع في ذاكرتي يعني دورك في مسلسل سعدون. يعني أنا يمكن من الجيل اللي أحب وايد وايد المسلسل دي لأنه كان فيه يعني قيم مضافة يعطونها حق الأطفال أو تكون موجهة بالذات للطفل. بس أنت لازلت عاشق كبير جداً للمسرح في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا طبعاً الكل ابتعد عن الأعمال أو حتى عن الدراسة وصارت كلها أونلاين، وأنتوا أيضاً ابتعدتوا عن العروض المسرحية بالذات تجهيزاتها أيام الأعياد. فإيش يعني اللي قاعدين أنتوا تضيفونه اليوم من خلال ابتعادكم عن المسرح؟ أنتم مبتعدين الحين، ما عندكم عروض، ما عندكم شيء، فإيش اللي قاعد يصير الحين؟ هل في تجهيزات؟ هل انتوا يعني وقفتوا مناقشات او حتى تخطيط حق الايام المقبله خاصه الحين صار في انفتاح؟ لا احنا توقيف ما وقفنا طبعا، احنا نجتمع يمكن ليليا في المسرح في الفرقه نجتمع ونجلس وتي افكار طرح افكار، طبعا هي مو بكل ان احنا نتكلم عن المسرح نتكلم احنا عن المسرح، بس انه في افكار تنطرح انه ممكن ندور البدائل. ايش البدائل؟ يعني انا هاي في فتره من الفترات اول ما طلعت صارت الجائحه قلت حق الربع يا جماعه الخير ترى شكلها بتطول، زين شو نسوي؟ لازم نبحث عن حل حل ثاني، يعني طريق ثاني. سويت مسرحيه اونلاين يعني اللي هي كانت اسمها كوفيد التاسع عشر، اللي مثل لويس التاسع عشر يعني على نفس الوزن على نفس هاي، الا نفس الشيء تتكلم عن الجائحه وشلون احنا نحافظ وما ندش والسوال هاي اللي صارت دي. وقدمتها في اونلاين بس انها هي يعني ممكن انا غلطت فيها ان طريقه الطرح يعني طرح الموضوع في الاونلاين لان عمليه التذاكر وصارت مشكله في التذاكر ان دخولك تسجل اسمك تسجل بطاقتك تسجل كذي، الناس تخاف لان في ضربات تصير هاي هكر ما هكر العالم ما دشت خافت، يعني صار الاقبال خفيف. يعني لو انا مخليها ان فري يعني كان ممكن يصير عليها اقبال، يعني حتى ناس شافوها قالوا لي حرام ان هي ما تعرضها على مسرح مثلا مسرح قطر ولا اي مسرح. هذا اللي صار، غير هذا قاعدين احنا نحضر. المشكله ان عندنا احنا مثلا في الموضوع كله ان انت 30% ومسرح قطر يعني تقريبا 499 يعني ال 500 لو قلنا زين، انا اذا انا بصير هاي كان ادخل 140 نفر ما في ما ينفع. غير هذا لما في مسرحيات الاطفال صارنا لا بعد السن اللي هو 12 سنه ممكن يدش، زين انا الطفل عندي اللي هو المستهدف. من تحت ال 12 انت مستهدفه اهو هذا اللي اي هاي ما وفي تباعد وفي هاي ما في كان صار يعني مع العلم انه في الدول الاخرى سواء الخليجيه ولا حتى العربيه بدأوا يفتحون المسرح يعني شوي بقيود، يعني انه فاحص العمر احتراز عنده هذا يدش. ما توقف انت، المشكله ان المفروض ان انت ما توقف تبحث عن حلول اخرى ان لانعاش الحركه المسرحيه. احنا لنا يمكن سنتين ان ما في شغل، يعني لدرجه ان حتى في بعض الممثلين قال لك يا اخي خلاص انا ما بيمثل يعني في ناس توجهوا لوسائل اخرى مثل امس خالد ربيعه اللي استضفناه توجه لوين؟ لليوتيوب ما شاء الله عليه. اليوتيوب يوتيوب اوكي يعني في انا قلت مثلا اونلاين اليوتيوب انزين، بس مش نفس المسرح الحضور الجماهير اللي حاضر ويستمتع ويصفق ويضحك وهم مبسوط. يعني هي الفرحه تكون فرحتين، فرحه الجمهور وفرحه الممثل. الممثل يجي قدامه لان انت لما يكون الشغله الحيه انزين
افضل ما تكون انه مثلا والله انا مسجلها، لان انت حتى التسجيل بتعيد وبتعدل وبتضبط وهذا، ومو هو بالكل يدش على اليوتيوب يعني. صح. ولا الكل يجيك المسرح، الا اللي متعني ويحب المسرح ويحب هذا هو اللي يجيك يعني. بس احنا المقصد انه مثلا ممكن انت تعمل مثلا اونلاين بس يعتبر كانه لايف. صحيح. يعني لايف، انا اسوي مسرحيه واحط لها موعد معين وقت معين واعرضها، العالم اللي موجوده تدش وتشوف وتستمتع وهذا كانه حاضر المسرح معاك يعني. اكيد. طبعا يمكن مثل يعني بس اضيف على كلامك فنانه، يمكن بعضهم حتى بعد ينطبق على موضوع السينما، فيقول لك مثلا اغلبيه الافلام موجوده اونلاين، موجوده على الكمبيوتر على الجوال، في كبسه زر اقدر ادخل على الفيلم الفلاني بالضبط، لكن يحب تجربه السينما بحد ذاتها، الخبره انه يروح يقعد هناك يطلب له ذاك البوب كورن ويقعد ساعة إلى ساعة ونص إلى ساعتين يعيش هذا غير الأجواء. صحيح. أكيد. لأنه في مثلا إحنا يعني من ظهور يعني مثلا ممكن الفضائيات، طبعا هني شوية المسرح قل، لأن مثل ما قلت إنه في فضائيات، غير هذا إن كل واحد عنده جوال عنده كل شيء، يقول لك أوقات أنا ليش أروح المسرح يا أخوي، عندي كاوة اللي أبي أشوفه بحصله هني. صح. صار الإقبال على المسرح يعني خف، غير المواضيع اللي تطرح انت، الموضوع انت اللي هو شنو يشدك، الموضوع اللي موجود المسرحيه شنو الموضوع، شنو تتكلم، ايش تبي تقول، ايش تبي يعني توجه، شنو الرساله اللي تبي توجهها هني حاضر لك يعني. احنا يعني ما نبي نجيب اسامي مثلا في دول زين يعني قاعده تطور نفسها بطريقه عجيبه يعني، قاعده تشتغل يعني. احنا نتمنى طبعا من المسؤولين هنا عندنا واللي يعني ماسكين المسرح وهذا انهم ينشطون الحركه المسرحيه، حتى لو عن طريق يعني ممكن تكون دورات موجوده اللي هي الاحياء، شلون احنا نرجع الحركه المسرحيه ونرجع الجمهور للمسرح يعني، هاي ضروري ضروري. طبعا يمكن اذا بتكلمك مثلا عن يعني انت قلت اللي هي في بعض الاحداث تصير بناء عليها الفنان يبدا يحاول على قد ما يقدر انه يواكب هذا الحدث ويوصل رساله معينه، فشن هي الاضافه اللي راح تعود للفنان من خلال ايصاله مثلا الرسائل التوعويه مثلا اللازمه لمثلا بعض الاحداث؟ هو شوف الرساله طبعا هو بيكون لقيمه، لها قيمه هو كفنان انه هو كان يواكب اي حدث جديد يصير هذا، والناس المتابعين له ممكن يكونون يتابعونه اكثر واكثر واكثر، لانه هو صادق في عمله طبعا زين، يبي يوصل رساله، الرساله هذه اللي بيوصلها زين ايا كانت هذه الرساله زين اللي موجوده، ممكن اجتماعيه مثل ممكن تكون رساله يعني توعويه يعني، هو التوعوي طبعا احنا لان التوعوي الاغلبيه يشتغلون فيه الحين، الاغلبيه لان شغله السوشيال ميديا وهالسوالف يعني مغطيه على كل شيء يعني، ممكن التوعوي صح يقلب يجيبك يعني صاحي وانه يدمرك يعني زين. بس لما يكونوا في فرق تشتغل، مجموعات تشتغل هدف معين، ان احنا في موضوع معين نبي نطرحه مثلا اللي هو اللي نقول احنا التحفيصات مثلا زين، ويبدون يشتغلون على هذا الموضوع مجموعة يعني، والله فيصل يقول شيخ يقول فالح يقول فلان يقول فلان فلان يعني، يصير اتفاق كلنا على نفس الموضوع، هني صارت الرسالة موحدة يعني، عكس ان انا انت تقول غير وانا اتكلم غير شيخ تكلم غير، ما صار حتى في توافق بيننا يعني، مش متفقين احنا قاعدين كل واحد يعني يمشي في سكة يعني غير، هذا رايح مني وهذاك رايح مني، حتى الجمهور يضيع، الجمهور يضيع. لكن لما يصير اتفاق كامل انزين يعني مع مجموعات، لان انا افضل يعني في بعض الناس يقولون هذه تكون جروبات شلليه، هي مش شلليه، هي بالعكس افكار قاعده تتجمع وتكون يعني مدروسه صح، المدروسه الصح، وهذه الافكار اللي موجوده اللي هي تطرح من بين المجموعه هذه هي اللي تقدم الرساله الصح يعني. نفس الكاتب لما يكتب روايه لازم يكون فيها وحدة مترابطة، وحدة متكاملة. كلمة أخيرة حابة توجهها ممثل القدير فالح فايز اليوم لكل من قاعد يشاهدنا اليوم؟ والله بالعكس يعني أنا سعدت بوجودي معاكم يعني، وطبعا أهني الشعب القطري مثل ما قلت يعني، ودائما احنا نوصي هلا هلا في أبهاتنا وأمهاتنا،
وأهلنا وترابطنا، لازم ما نفقد هذه العادة يعني تكون موجودة معنا، مهما تطورنا مهما صار فينا شيء لازم نوصل إلى أقاربنا يعني. إن شاء الله. يعطيك ألف عافية ضيفنا والممثل القدير والمخرج أيضا، بعد ما ننسى أنك أنت بعد أيضا مخرج فالح فايز، كل عام وأنت بخير وعساك من عيدين العيد يا رب. الله يسلمك. طبعا مشاهدينا احنا لازلنا عايشين معاكم في اجواء العيد، فعشان كذي راح نطلع اغنيه خاصه بالعيد ونرجع لكم نكمل باقي فقرات حلقتنا اليوم. عساكم من عواده. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الأغنية، وأيضا قلت يعني أمانة الواحد كل ما يسمع هذه الأغنية تتكرر في باله يعني ما يمل منها أمانة، وأيضا في نفس الوقت اللي هي اسمي فيها موجود يعني يحظك. طبعا مشاهدينا الكرام راح ننتقل وياكم إلى موضوع آخر. يعني البارحة أو خلنا نقول فجر اليوم شهدنا لعب المنتخب القطري وأيضا بلوغه لربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، فنبارك له هذا الفوز وأيضا نبارك لهم أيضا هذا الإنجاز بمباراة كانت نتيجتها 2-0. ففي هذه الفقرة مشاهدينا الكرام احنا راح نتكلم شوي عن جانب الرياضة، بحيث أن تعتبر الرياضة أحد ركائز رؤية قطر 2030، وذلك بهدف ترسيخ الرياضة كمنهج حياة وثقافة مجتمع وبناء إنسان صحي قادر على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء. راح نتكلم عن جانب الرياضة وأهميتها والاستحقاقات اللي تنتظرها قطر والعالم. يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو اليوم عبد الرحمن الكواري، لاعب سابق ورئيس الرابطة القطرية للاعبين. في بداية هذا اللقاء أمانة سعيد بتواجدك معنا في برنامج عساك من عوادة، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. يا مرحبا ومساء. طبعا كبدايه امانه الكل كان قاعد يطالع، كان يترقب المباراه وكان يتابع الاهداف وايضا النتائج. شو كانت الاجواء معك؟ والله الاجواء يعني هي عباره عن سلسله قدمها المنتخب الفترات السابقه في جميع القارات سواء اسيا او اوروبا والان في امريكا الجنوبيه، والمنتخب قاعد يقدم يعني مستويات جدا طيبه، الواحد يعتز ويفتخر بما يقدمه المنتخب، خصوصا الاجواء العالميه تتفاجئ بين كل بطوله وبطوله مباراه الى اخرى بان هذا المنتخب يعتبر جدا من المنتخبات العالميه اللي بامكانها تقدم الكثير لقطر، خصوصا في نوع من هالبطولات الغريبه علينا. بالضبط. اكيد احنا في اجواء العيد يعني، وحابه نسالك يعني شلون انت اليوم كلاعب قاعد تقضي هذه الاجواء الجميله اليوم في عيد الاضحى المبارك؟ طبعا احنا كرياضيين نعتبر اسره كبيره في قطر، الواحد يدوب انه يلحق من ميلس الى ميلس اخر وكذا،
والسوالف دائما ما تكون الان بالفتره الحاليه على كاس العالم او كاس العرب اللي بيكون ان شاء الله في قطر بالفتره الجايه. فدائما ما نكون جمعه رياضيه كامله يعني. ان شاء الله باذن الله، الله يجمعكم دائما على خير وفي طاعته يا رب. ما بتطلعين منها شيخه يعني، بغيتي تلخبطين حين وتقولين عيد الفطر. اي زين صدقني صايدك. فطبعا نستكمل الحديث معك بعوف. اذا احنا طبعا يعني في الرابطه القطريه للاعبين دائما هناك توضع اهداف لمثلا المؤسسات، للملتقيات، المنتديات، ايضا حتى الروابط يعني سواء كانت هي ثقافيه او رياضيه. فشن هي الاشياء اللي تطمحون الى تحقيقها في هذه الرابطه؟ هدف الرابطة الأساسي تنظيم العلاقة بين اللاعب والاتحادات والأندية. طبعاً إحنا كوننا ممثلين لكل ما يطمح فيه اللاعب من أمور مادية، أمور معنوية، إحنا نشارك فيه ونحاول نقدم له الخلاصة والطريقة المثلى بحيث أن اللاعب يكون ذهنه صافي أساس أنه يقدم مستوى الأفضل، سواء في لعيبة المنتخب الدوليين أو اللعيبة المحليين. وتكوين العلاقه بين الرابطه واللاعبين بدات تكون يعني توصل لمرحله تعتبر جيده، خصوصا ان اسم غريب كان هو في البدايه. طبعا احنا نوعا ما نشاركهم في المسؤوليه وتثقيفهم عن عقودهم، لان كثير من اللعيبه الحاليين نوعيه العقود او القوانين اللي موجوده في العقود ما يدركها ولا يكون عنده خبره، فنبدا نثقفهم من خلال الامور القانونيه اللي عندنا الموجوده. تسوون اللي هو تقدمون الدورات يعني ولا في تقديم اجتماعات؟ نعم، ولا في تقديم دورات. في كذلك عندنا لجنه او الجمعيه العموميه السنويه تكون في تقديم اسئله لما ينقص اللاعب من امور محتاجها نوفرها له. نعم، يعني بصفتك لاعب سابق بس يعني لا زال عندك أنشطة أكيد تمارسونها اليوم من خلال هذه الرابطة، فإيش الأنشطة الحالية اللي اليوم أنت قاعد تسويها؟ تقديم للأنشطة طبعا سنويا يكون اختيار جائزة أحسن لاعب أو أحسن 11 لاعب، هي مسمى قطر 11، ويتم اختيارها من اللعيبة أنفسهم للعيبة كذلك، ما ندخل فيها أي حد من الإعلام أو من اللاعبين الساقبين، اللاعبين الحاليين هم اللي يختارون اللاعبين الحاليين. كذلك يوجد عندنا الجمعية العمومية تقام سنويا، ولكن للأسف ما أقيمت بالسنة اللي راحت، خصوصا على الأوضاع وموضوع التباعد، وكذلك أن نكون ملتزمين في موضوع الإرشادات. كذلك في بعض اللعيبة اللي بنوقف كرة الآن يحاول يرد ونعيد تأهيئته من جديد في الرياضة، سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق كمدرب أو الأمور الفنية. طبعاً يمكن من أهداف رؤية قطر 2030 هي بناء إنسان صحي قادر أنه يشارك على في مسيرة التنمية وأيضاً البناء، فشلون هذا الشيء ممكن أنه يتم تحقيقه؟ سبحان الله، يعني من إحنا صغار كنا دائماً نردد نقول العقل السليم في الجسم السليم، فلما الواحد شوي يدقق بالكلمه هذه فعلا الانسان الرياضي هو اللي قادر على انه يكون بناء وعطاء مستمر ويكون ثمره ايجابيه في الوطن. لو تلاحظ الان من بعد ما احدث اللي هو اليوم الرياضي، فصار عدد منهم يمارسون الرياضه عدد كبير، صارت الثقافه بالنسبه لرياضه المشي او رياضه السباحه لها مردود إيجابي على صحة الإنسان وعلى جسمه. كون الإنسان قوي أو نشط أو حركي أكيد راح يبذل كثر ما عنده، يعني راح يكون فعال بالطريقة الإيجابية في مجتمعه، كان في أي مجال كان من المجالات. الآن في كل زاوية في كل شارع تحصلين ممر يمشي فيه المواطن أو المقيم. صحيح. المكان مهيأ، في كل زاوية راح تحصل مجمعات رياضية أو مراكز رياضية، الفتنس أو ما شابه. فالآن ما شاء الله أصبحت الدوحة يعني مهيئة بأن كل واحد حابب أنه يشارك في الرياضة يقول أروح أي مكان أسجل فيه. بالضبط، ويمكن دائما في جملة اللي هي دائما وين ما نروح نلاقي هالجملة تتكرر علينا، رياضة من أجل الحياة.
اي نعم صحيح صحيح. هي ايضا دافع للمواطنين وايضا المقيمين، سواء اذا انت كنت رياضي ولا مش رياضي، زين دائما لازم اللي هو تلقى لك طريقه بحيث ان انت تقدر تتحرك، تقدر ان انت تحافظ على صحتك بان انت تمشي، تمارس السباحه، السياكل اذا انت مثلا ما تحب تمشي، السياكل عندك خط الخور الساحلي يعني يكفي ان يوديك من شمال لجنوب. هذه احد ايجابيات كوفيد 19 يعني لما طلعت السياكل وطلع الشباب بالكميه هذه، خلاص اصبح الان محبين السياكل في كل سنه قاعد يتزايد، والمسابقات المحليه اللي قاعده تصير. فالقصد من الموضوع الرياضه مش فقط الحفاظ على الجسم، ولكن هي الحفاظ على الصحه هي الاهم. احنا لما اليوم قاعدين نتكلم عن الثقافه الصحيه المنتشره بين كل المواطنين والمقيمين، نتكلم ايضا عن تجهيزات لكاس 2022. شنو رايك منتخبنا يعني محتاج للتحضير لهذه البطوله؟ يعني هذا السؤال اعتقد مش في محله، لان المنتخب والمجموعه اللي قاعده تمثل المنتخب من اداريين، من لاعبين، من امور فنيين، ماشيين على رزنامه من 4 سنوات سابقه ولغايه الان قاعد يمشون على نفس الرزنامه، بحيث ان عدد المباريات معروفه سواء الوديه والمحليه، المشاركات، وقت الراحه المهم اللي بالنسبه للاعب، كذلك اللاعب له حق انه يقعد مع اسرته، يسافر معاهم، يعني يطلع ما في خاطره مع اهله. فاعتقد ان اداره المنتخب او اتحاد الكره قاعد يقوم بصورة جدا ممتازة، بحيث ان اللاعب يدري ايش راح يعمل من الان لغاية 2 سنين بعد كأس العالم. ممتاز جميل. طبعا يمكن اللي هو خلينا نقول دائما ممكن هناك قد تكون مثل نصائح، اوكي ان مثلا ان تنصح مثلا احد الاشخاص مثلا، او ان تكون فكرة ان من شأنها انها تحسن مستوى اداء الفريق او مثلا اداء العمل بشكل عام بما يخص المنتخب. هي طبعا النصائح لازم الناس اللي اكبر منا واللي خدموا الرياضه من قبل، هي دائما تكون منهم، هي بتطلع بالصوره الايجابيه كون الخبره اللي قضاها اللاعب. اهتمام بالرياضه يعني له فوائد كثيره، خصوصا احنا لما كنا صغار الرياضه او الانديه حافظتنا من امور خارجيه كثيره، الله العالم ايش كانت، اهتمامنا في السياره او اهتمامنا في امور ثانيه، ولكن الرياضه ثقفتنا، خلتنا موجودين في المجتمع، احترام المجتمع لنا. فاعتقد ان الرياضه ممكن من خلال الرياضه ترفع اسم الدوله، ممكن من خلال الرياضه ترفع اسمك واسم عائلتك كذلك. فاعتقد جوانب كثيره في الرياضه مهمه. يعني امانه الحديث راح يطول عن موضوع عن جانب الرياضه، وعن ايضا اهميتها في دور في حياه الانسان، وايضا شلون الواحد مثل ما تفضلت ذكرت انه يقدر يرفع اسم بلاده في شتى المحافل ومنها الجانب الرياضي. ففي ختام اللقاء امانه سعيد بتواجدك معنا في برنامج عساك من عواده، ونقول لك الف شكر اللاعب السابق ورئيس الرابطه القطريه للاعبين عبد الرحمن كواري على تلبيه الدعوه ووجودك معنا اليوم في ثاني ايام العيد. مشكورين، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. يسلمك. يعطيك الف عافيه. متابعينا ومشاهدينا راح ناخذ فاصل، واحنا في الفاصل هذا راح نتقهوى مع من الله خير وننطلق ونرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله. طبعا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، نستكمل وياكم برنامج عساكم من عواده. بس نذكر وايضا نرحب بكل من انضم لمتابعه هذا البرنامج. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام ياتيكم طيله ايام عيد الاضحى المبارك في تمام الساعه 9 والى الساعه 10:30 صباحا. مواضيع منوعه وضيوفنا اللي راح يثرون اكيد البرنامج ودردشتنا وسوالفنا والفاله والبخور، كشخه العيد. اهم شيء كشخه العيد. اهم شيء. انا عندي سؤال، يعني انتم الشباب ايش كثر تحتاجون وقت فيصل، يعني تروح حق الخياط وتخيط لك مثلا 6-7 ثياب؟ يعني هي بعرفه يعني قبلها مثلا قبل العيد بيومين ثلاثه. هو على حسب الوضع امانه شيخه، لان في بعض الشباب يعني ما شاء الله يعني ما
ما يصير عليهم اي تغيرات، فايش يسوي؟ يتصل على الخياط قال له جهز لي ثوبين. متى بتجهز لي؟ يقول له عطني اسبوع 10 ايام يومين، مقاسه ثابت حتى طول ثابت بعد. فخلال يومين 3 ايام ثوب يجهز. في بعضهم لا، مثلا قبل بشهر يروح يخلص مشاوير العيد، تجهيز الثياب، تفصيل الامور كلها، يروح يشتري الاختار، القحافي، يخلص هالامور كلها قبلها بشهر. فعقبها يجي العيد، ليلة العيد ما عليه غير انه يروح الحلاق ويخلص وبس، بس وانتهى الموضوع. بسيطين انت واحنا الحمد لله. سالفه وديزاين، ويمكن ما يضبط الخياط الديزاين التصميم، وتروح تقيس مره ثانيه في البيت وترجع ترجع خذ عدل، سالفه عندنا سؤال. هو امانه احنا يمكن بس شيء واحد تعرفين، مثلا في عيد الفطر، قبل عيد الفطر عندنا شهر كامل ما شاء الله الاكل، يا سلام السفرة ما تخلص ما شاء الله. فعلى نهاية على يوم العيد تلاقي والله مثلا الثوب ضاق عليه شوي، والله يعني ضيق يعني شوي شيء بسيط. فيعني مثل ما قاعدين نسولف ويا شيخ عن موضوع اللي هو تجهيز العيد، فمشاهدين الكرام دائما الواحد دائما يكون حريص على مثل انه يكون يعني مثلا خلينا نقول اللي هو يكون بأجمل حلة في عيد الأضحى أو عيد الفطر أو أيضا المناسبات الأخرى. وأيضا لها دور أمانة شيخة موضوع أن الواحد يكون حريص أنه يكون لابس أكشخ الثياب، يكون لابس الثياب الجديدة، متعطر متزقرت، كاشخ بالقلم، كاشخ بالساعة. بنعرف احنا تفاصيل اكثر وياك وايضا الساده المشاهدين من خلال هذا التقرير اللي سلط الضوء على كشخه العيد وايضا اطفالنا خلال هذه المواسم. نشوف هذا التقرير ولنعوده. استعداداتنا بالنسبة للعيد استعداداتنا الحمد لله جيدة ولا بأس فيها، الكتر خير الله من جميع الأنواع وأذواق ترضي جميع الناس، مثلاً الصغار الكبار الكبار في السن، فساتين حلوة جديدة للعيد، كاجوال بنطلون بلوزة أو تنورة أو أشكال ملونة، تطريز خفيف، شغلات خفيفة للعيد. في كثير ضرائع حلوة سورية وتركية وكويتية كمان، كان ذراعات كويتية كمان هم البلد. احنا الآن مستعدين بقوة جدا لأنه متوقعين، وزي ما تشوف أنت يعني السوق مزدحم بقوة جدا بحمد وفضل الله سبحانه وتعالى. فجبنا الموديلات الأولى والحمد لله يعني تبقت منها كمية بسيطة جدا، والآن بإذن الله نحن نستطيع أن نحن نجيب الكمية الأخرى، هي في الطريق بإذن الله طالبينها. بال الزبائن ممتاز جدا، يعني لما تقارنوا في السنين اللي فاتت بيكون الأقبال أحسن وأقوى. ما شاء الله يعني في إقبال منيح كثير على البلد هون، وهذا السوق كثير له اسم من زمان معروف يعني بالبلد، اسمه ما شاء الله يعني معروف عند الناس كلها، حتى من جماعة أيام زمان، أهل أيام زمان هذول أكثر ناس بيعرفوا سوق الجبر. والحمد لله حنا في الذات في سوق الجبر الآن تميزوا حتى المحلات يعني بأجمل المنتجات، يعني أشياء راقية جدا، يحاولوا ينافسون المجمعات الكبرى التي موجودة في الدوحة، لأنه في كل الأحوال هو مجمع ولو زباينه. عندنا جميع الأقمشة، عندنا صناعة كويتية وصناعة تركية، في عندنا النواعم وفي عندنا الشغلات النافشة، عندنا الأشياء الفرايحية التي الطفل يقدر يتحرك فيها، يقدر ينتقل فيها، اللبس حق أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد بشكل عام، ويقدر الكستمر تستخدمها لأشياء كثيرة، مش فقط إنه مثلاً حق العيد، ممكن تستخدمه حق عرس وأشياء كثيرة. بالنسبة عيد الأضحى المبارك نقول لهم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، والله يبعدنا عن الوباء هذا والجائحة، وإن شاء الله يكون هذا العيد عيد فرحة وسرور. أضحى مبارك، العام وانتم بخير مثل كل سنة طبعاً، وتنعاد عليكم بالخير والصحة والعافية إن شاء الله علينا وعلى الجميع، وإن شاء الله عساكم العوادو، ونشوفكم إن شاء الله دائماً بصحة وسلامة، وإن شاء الله دائماً هالبلد عامرة بأهله وبناسه بحكومة الرشيدة. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وعساكم من عواده بإذن الله، ونتمنى لكم أعياد يعني مديدة في الخير والعافية والصحة، ويديم عليكم الخير إن شاء الله.
كل عام وانتم بخير عساكم من عواده. يا فاطمة البس الريشة يا شيخة البنات يا غريسة يا فاطمة البس الريشة. هو يقول ان الموضوع عندي طبعا اكيد لما نتكلم عن التصاميم وظيفتنا ايضا احد المصممات القطريات اللي لهم بصمه في عالم التصميم وبالذات لما تصاميمنا اليوم يعني تشهد تطور كبير مع حفاظها على الحشمه وبعض من اللمسات التقليديه لملبوساتنا اللي لازلنا محافظين عليها احنا كشعب قطري. يسعدنا اليوم ان احنا نستضيف في هذا العيد المصممه القطريه امل صالح اليافي مصممه ازياء وعندها ايضا بعد مصنع. صبحك الله بالخير وعساك من العيدين العيد يا رب. وعساكم من العيدين وهذه فرصه اني ابارك على سمو الامير بهذا العيد عيد اضحى مبارك وعلى سمو الامير الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه ويطول بعمره ان شاء الله وام الجميع الشيخه موزه الله يعطيها الصحه والعافيه قدوتنا في النظر الى المستقبل والى الشعب القطري الكريم وان شاء الله يعيد علينا هالايام بالصحه والسلامه يا رب. امين يا رب العالمين. طبعا في بدايه الحديث كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. نتكلم عن اجواء اول يوم عيد، شو كانت وياك؟ اول يوم هو اليوم العائله. يوم العائله، الصبح نستقبل والظهر نجتمع في بيت العائله في بيت الوالد. طبعا كبار السن يكونوا متجمعين والصغار هم اللي يجون. الله يحفظهم يا رب. هم اللي يجون وهذه عاده سنويه احنا نجتمع فيها في بيت واحد ولله الحمد يعني خفت شوي القيود المفروضه وصارت الجمعات مسموح فيها في البيوت ولله الحمد. وهذه اول يوم، ثاني يوم احنا الاستقبال في بيوتنا. في بيوتنا للناس اللي تزورون بعض. نعم نعم. يصير لازم العكس. شوي للشباب هاي الجديد يحس انه للحين ما زال في هناك يعني موقع تمركز اللي هو بيت العائله الكبير اللي الكل يجتمع فيه. صحيح. انا بسالك قبل ان ندخل في مجال التصميم، ليش انت بالذات يعني اخترتي التصميم؟ هل هو نتيجه لموهبه ولا لان انت تبين تصيرين رائده اعمال في هذا المجال؟ استاذه شيخه هي القضيه انه شغف. شغف وحب في موضوع الازياء. خاصه لما تروحين في مكان تقعدين تتأملين اللي حواليك، تأملين طريقة عرضهم لشخصياتهم من خلال ملابسهم. فهي بدت هواية ولكن الهواية صارت عشق وشغف في الأزياء، في الألبسة، في الأقمشة، في الألوان، وتطورت إلى أن أسست مشروعي ولله الحمد. ما شاء الله. والآن تخطيت مشروع يعني تخطيت الإنتاج إلى مرحلة أعمق وهي استشارة أعمال وتطويرها. نقدم استشارات الشغلات في مجال الازياء، في مجال الاعمال، الله. في مجال رياده الاعمال ولله الحمد. ما شاء الله، اللهم لك الحمد، والله يوسع رزقكم ان شاء الله. امين يا طبعا رب. اذا نتكلم احنا عن جانب انت تفضلت ذكرتي اللي هو شغف. فغير الشغف شنو ممكن اللي يخلي تصاميمك تكون مميزه؟ جاتنا فتره يعني ما نخفيكم ان جات فتره كانت السيده القطريه انتم عارفين مش اي القطرية مش أي وحدة تلبس أي ستايل فكان لازم نغطي الفجوة اللي صارت في السوق القطري يعني أنا فخورة جداً أن كل منتج يطلع من مكاننا هو منتج صناعة قطرية 100% أتمنى في فترة من الفترات أن احنا نصل إلى أن احنا نصنع حتى الماتيريال نفسها داخل قطر بإذن الله تعالى وهذا هدف انا حاطته قدامي وبديت فيه بالفعل باني اصمم الاقمشه اقمشه العرايس اقمشه السهرات عندي في مكاني بحيث تجي الزبونه تختار تصميم او احنا نعرض عليها تصاميم النفذه لها موجود عندنا ولله الحمد عندي المعدات عندي الستاف اللي ممكن ينفذ الشغله هذه وتطلع السيده مميزه في مناسبتها. يعني بس عندي فضول يعني تتكلمين عن طاقات الخلق. نعم نعم
الناس تجيبها من برا مش بس تنفيذ لا 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 لا, 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 الناس لا ما شاء الله عليه ترى انا من المتابعين لسنابكم يعني اشوف الاقمشه ما شاء الله يعني حتى الشك انت تشوفون الشغل يدوي ما شاء الله يعني قوام الستاف شخصين 60 شخص موزعين ما بين انتاج تصميم ايدي عامله وحدات تغليف وحدات انتاج تسويق ماليه فالمشروع بدا بشخص واحد شخص واحد اللي هو انا وبعدين صاروا اثنين وبعدين كبر المشروع الله يوسع طبعا الرزق طبعا يبارك لك فيه يا رب نتكلم اليوم يعني من بين التصميم لازم نتكلم عن خط الازياء كالوان اليوم انت امل تختارين الالوان للاقمشه اللي عندك بناء على ستايل الازياء العالميه اليوم مش مطروح في السوق ولا على حسب ما يناسب زبونك احنا لازم ما نفصل بينهم امانه لازم في زبونه تجيك وهي عارفه ايش اللي تبيه تقول لك ابغي هذا لكن في زبونه تي تقول اقترحوا علي فاحنا طبعا لازم نكون مطلعين على الازياء العالميه يعني الالوان اللي نازله في ربيع وصيف 2021 هي الالوان الصيفيه تقريبا الابيض الفضي الاورنج الاصفر عندك اللي دخل عليها الحين البيبي بلو وترى البيبي بلو طلع منتشر صار طاقي جدا جدا فاحنا ممكن نقترح عليها المصممين اللي عندي ممكن يقترحون عليها الالوان يقترحون عليها التصاميم الديزاينات ويقترحون عليها ايضا حتى احيانا ممكن زبونة على حسب لون البشرة نفسها ممكن نقترح عليها ألوان معينة لأن في الأخير هي تبي تطلع مميزة في هذا اللبس فإحنا نساعدها بحيث توصل لدرجة الرضا اللي تكون زبونة دائمة نحن نبحث عن الزبون الدائم ما نبيها تدخل مكاننا مرة واحدة وما عاد نشوفها وبالعكس ولله الحمد يعني زبايننا مترددات عندي حق المناسبات حق كل حاجة عندهم يلجؤون لي لأن غير التنفيذ يجدون النصيحة ولله الحمد ولله لك الحمد طبعا تفضلت ذكرتي عن الألوان نعم لكن نتكلم عن الأنواع الخلق اللي أكثر خلينا نقول اللي هو طلب وأكثر رواجا هذا العيد نعم ما في حاجة تقف أمام المرأة في نوعية الأقمشة وبالعكس أحيانا القماش الغريب هو اللي يطرح نفسه ولكن إحنا بحكم يعني وجودنا في هالموسم وصيف فدائما نروح للألوان الأقمشة الخفيفة ولكن أيضا في بعض المناسبات وتصير في يعني أماكن مكفولة مكيفة ممكن يعني الزبونة تختار أقمشة اللي هي التفتة اللي هي الحراير الشنتون الشغلات اللي تبرز جماليات التفاصيل القطعة نفسها ممتاز أنت اليوم تكلمتي عن الأزياء بس عندك أنت خاصة بس في النساء ولا ممكن نتكلم ايضا عن ازياء الاطفال وازياء الرجال بعد عشان نعم. ما نقول نسيناهم بحكم تصنيفنا ما ننساهم بحكم تصنيفنا كمصنع طبعا مثلنا دوله قطر في العديد من المعارض الخارجيه سواء على مستوى الخليجي او العربي او العالمي ولكن احنا نخدم كل الفئات يكون عندنا خطين انتاج الخط الاول اللي هو احنا تصاميمنا اللي نطرحها أثناء المعارض أو أثناء يعني في الإتليان نفسه وفي خط ثاني اللي هو رغبة الزباين طبعاً في عندنا الأطفال في عندنا الرجال إحنا اتجهنا للرسمي اللي هو الجاكيتات البناطلين الرسمية ونفذناها كمناقصات محلية لجهات حكومية النساء طبعاً يعني مثل ما يقولون من الألف لين الياء فساتين و كل حاجة عرايس سهرات أرايز. أعياد للبيت كاجوال الجميل في الموضوع الحين صحيح أن كثرت الجهات اللي هي المستوردة خاصة تركيا والدول المجاورة ولكن تبقى السيدة القطرية لها لمسة ما ترضى بأي حاجة بتكون شيء مميز مميزة بالفعل وتهي تطلب وتتعنى أبغي التفصيل هذا أبغي التصميم هذا أبغي تحطين يعني بالفعل هي دقيقة جدا مش أي وحدة تقبل أي تصميم صح على طار التصاميم وين هيك الوحي بالضبط مش هني الأشياء اللي توحيك على أنها تطلعين بهذه التصاميم اللي أمانة مثل ما تفضلت ذكرتي اللي هي لها شرائح معينة لها السيدة القطرية لما تجيك هي جي وعارفة أن أنت راح تقدمين لها أفضل منتج وفي نفس الوقت عارفة أنها بتحصل أفضل استشارة بناء على خبراتك في التصاميم نعم.
ما أخفيكم إحنا دائماً المصمم لازم يكون مطلع، لازم يواكب اللي موجود، ولكن مع تخصيص حاجة تناسب اللي قدامي. يعني أنا اللي تجيني تقعد مع المصمم أكون أنا موجودة وأنا يعني وهو موجود اللي هو المنفذ اللي هو الماستر. أحياناً تكون في بعض السيدات عارفة ومتابعة خطوط الموضة، وأحياناً لا، أحياناً لازم إحنا اللي نقول لها. الإلهام مثل ما يقولون المصمم في أي لحظة ممكن يمسك ورقة وقلم يبدأ يرسم ويشخبط على أساس ما ينسى الفكرة، ولكن أكثر الوقت اللي هو صباحاً ذاكراً صراحة، قبل ما الإنسان يدخل، قبل ما أدخل مكتبي واروح وحدة الإنتاج واروح وحدة التطريز واروح وحدة التغليف واروح وحدة قص الليزر، فالواحد يكون مخه صافي خاصة عقب صلاة الفجر لما يكون في بالك. وعادة الإنسان لما تكون في شغلة في باله ما يرقد الليل أصلاً، يقعد يسويها. حتى أحياناً نعرضها كمنتج جاهز فتلاقين الإقبال عليها أيضاً جميل جداً، ولكن نعتمد البساطة. أيضاً إذا لك هدف، أنت حاطة في بالك هدف، مثلاً هدفي أني أنزل كوليكشن حق رمضان مثلاً، أو حق اليوم الوطني، أو حق المناسبات، أو حق الصيفيات هذه اللي هي في البيوت أحياناً، خلاص الهدف هو اللي يحكمك أيضاً، الهدف هو اللي يحكم المصمم. غير كذي الخامات اللي متوفرة، طبعاً جاتنا فترة أن احنا قلت عندنا الخامات، فاتجهنا لإنتاج الخامات نفسها. إحنا إنتاج الخامات اللي هي خامات السهرات، بساتين الأعراس، بساتين السهرات أنتجناها عندنا وبدينا إحنا نشكلها ونطرزها بالإمكانيات اللي موجودة عندي ولله الحمد، بحيث أنها تيجي الزبونة تستقبل قطعتها تختار ما بين خيارات متعددة، ممكن تختار هذا التصميم ولكن بألوان هي تناسبها يعني واقعاً. كلمة أخيرة حابة توجهينها اليوم لكل الفتيات اللي قاعد يشاهدون اليوم بالذات، أن أنت الحين رائدة من رواد الأعمال وأيضا تقدمين استشارات في هذا المجال. أتمنى بالفعل أن احنا في تصاميمنا نواكب ولكن نحافظ، هاي الكلمتين دائما أنا أقولهم، نواكب ولكن نحافظ، ما ننسلخ من كونه مجتمع محافظ، خاصة في التصاميم اللي تكون الوحدة تلبسها ولكن خارج، أما اللي في قاعات وفي مجتمع محيط العائلي فهذه طبعاً الواحد يقدر فيها. أيضاً أتمنى من كل المصممات القطريات اللي عندها شغف في موضوع الأزياء لا توقف، لا تعتبر جائحة كورونا نقطة توقف، بالعكس تواصل، تفتح حق نفسها آفاق ثانية أونلاين، صار اللي هو الطلب أونلاين أسهل، والوحدة قاعدة في بيتها تدفع أونلاين وتستلم قطعتها بالدليفري. فأتمنى بالفعل كل التوفيق لكل المصممات القطريات، وأنا أنا أعتبر يعني ما زلت أتعلم من بعض الموجودين اللي هم الصغار السن، إحنا يعني شوي ها خلينا نقول لا توج صغيرة ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية. فأتمنى التوفيق للجميع، أتمنى أن تكون في رابطة بالفعل تعنى بالأزياء ويكون لها على أرض الواقع لمسة تحافظ فيها على الطابع القطري، الطابع التراثي، وتواكب ايضا الستايلات الحديثه. يعطيك الف عافيه امل صالح اليافي، طبعا مصممه ازياء. مشاهدينا يعني اليوم الازياء يعني هي دائما مثل ما قالت امل هي بصمه وهويه الشخصيه اللي قاعده تلبسها، فلازم احنا نحافظ على هذه الهويه فعلا. اكيد طبعا مشاهدينا الكرام احنا ما زلنا معكم مستمرين في برنامج عساكم من عواده، لكن راح نطلع فاصل قصير ولنعود نستكمل برنامج عساكم من عواده، خلكم قراب. عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا، يعني لما إحنا قاعدين نعيش أجواء العيد أكيد راح ناخذ مجموعة من يعني الشخصيات سواء كان مواطنين أو مقيمين اللي قاعدين يوجهون تهنئة اليوم بهذه المناسبة لكل من قاعد يشاهدهم، عشان كذي راح نطلع مع زميلنا محمد الحمادي. ما أدري بنشوف على مشاهدينا وين محمد الحمادي موجود، وخذ تهاني طبعاً لمجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين، ورح نرجع لكم. عيدكم مبارك، عساك
حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام والبلدان العربية والإسلامية تعيش بشكل جميل، وبالذات مع زمن الكورونا السنة الثانية على التوالي يتزامن كورونا مع فترة العيد. لكن العبرة شلون ممكن الإنسان يستمتع في إجازته ويستمتع في الأعياد اللي ممكن تمر عليه سواء داخل بلاده أو في الخارج. ودنا نعرف بالنسبة لمشاعر الناس وشلون يقضون العيد سواء ضيوف جايين للدوحة أو من قلب الدوحة، في زيارتنا اليوم إلى جاليري لافاييت وفي كتارة تحديداً. مسي بالخير على اخوي نايف العجمي من الكويت، حياكم الله. ودنا نعرف يعني شلون قضيت عيد الاضحى هذه السنه. والله صراحه يعني احنا طلعنا من الكويت ناويين ان نغير الجو حقيقه، يعني نفس الرطوبه والاجواء، ولكن ما شاء الله هني افضل، يعني حتى هني في المجمع ما شاء الله الارضيات مكيفه حتى ما شاء الله توفر لك البراد، وفي مناطق جميله صراحه تطور وتطور ما شاء الله، يعني الله يوفقكم يعطيكم العافية على الجهود هذه أجمعين. ورحت المشيرب، رحت أماكن ثانية؟ إي والله رحت المشيرب وما شاء الله جدا متطور، جدا مكان جميل، ولكن اليوم أول ما جيت ما أدري حسيت أن أنا أول واحد يزور اليوم، كان فاضي، بس إن شاء الله يعني يعمرون أهله بإذن الله. من بداية الصبح قررت أنك تروح المشيرب؟ نعم صحيح، ومريت على الخفيف يعني سوق واقف، تعرف نفس ما المباركية بالكويت لازم سوق واقف بقطر لازم إيه. الثقافات واحدة والعادات واحدة. طيب كلمنا الحين عن نقطة إن هل تفضل تسافر في العيد ولا تتم في بلادك؟ والله ما يمنع السفر، هم يعني قعدة الأهل والجمعة جميلة، ولكن المرات الواحد يبي يجرب العادات عند الناس الثانيين، الأعياد عند الدول الأخرى، فهذا اللي حاولنا نسويه هالسنة، وإن شاء الله السنة الجاية أنتوا تزورونا بالكويت ونضيفكم بإذن الله. نرحب بالشباب محمد وزيد الدوسري. اخوي زيد كلمنا عن عيد هذه السنه شلون قضيته، وخلال هذه الايام شلون راح تقضيها العيد؟ والله شوف هالسنه ما في حد في الدوحه، الكل مسافر في تركيا وبرا، فافضل الناس جات قاعد مع اهلها في الدوحه وتسافر برا مع اهلها. يعني هل انت تفضل السفر خلال فتره العيد او الواحد يقعد مع اهله؟ هو يسافر مع اهله افضل. محمد هل انت تأيد عاد الاجازات وان الواحد يسافر فيها او لا؟ هي أيد أكيد، لأن يأخذ راحة بعد الشغل طول سنة كاملة، فيأخذ راحة. نرحب أيضا بأهلنا من الكويت، أخوي عبد العزيز البسام نورتنا، ونبي نعرف عيدك هذه السنة شلون تقضي. الله يسلمك، منورة بأهلها أول شيء. والله هالسنة أنا متواجد بقطر فترة علاج، وصدفة دش علينا العيد، فبنعيد هني بعيد عن الأهل هالمرة، ونجرب العيد من غير الأهل إن شاء الله مو دائما يعني نبعد عن الأهل، تغيير. والله ما شاء الله يعني الديرة كل شيء تمام والأمور طيبة من ناحية الوباء الكورونا، بالتعامل يعني الواحد ما يحاتي إذا يغير مثلا بيسافر، يعني مطبقين الاحترازات والأمور والشروط كل شيء 100%. شو رأيك في مثل هذه الأماكن، يعني وجود أماكن مفتوحة في عزل الرطوبة أو الحر، لما تشوف أماكن مثلا مبردة مكيفة؟ للأمانة يعني شيء يحسد علي يعني عندكم للصراحة، يعني أنا صريح من هالناحية، الحزم وكتارة سالفة التكييف يعني الأوتدور بالصيف شيء صعب انك بالخليج، بس ما شاء الله بالدوحه بقطر يعني شيء سهل انك يعني تقعد برا، وبالليل عصر الظهر صبح يعني التكييف الارضي هذا شيء وايد وايد حلو الصراحه. شرفتونا، وان شاء الله ما تكون الزياره الاخيره، نشوفك على خير. الله يسلمك. كل عام وقطر بخير، وعيد اضحى سعيد للجميع ان شاء الله. أه
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه التقرير وايضا من هذه الزياره لزميلنا محمد الحمادي في ارجاء المؤسسه العامه للحي الثقافي كتاره، يسلط الضوء على تهاني المواطنين وايضا المقيمين في هذه الارض الطيبه وايضا الزوار. راح نتكلم معكم مشاهدينا اكثر في هذه الفقره بالتحديد عن الموسيقى، تكلمنا عن الرياضه، تكلمنا عن امور اخرى والتمثيل وغيرها، لكن راح نتكلم صحة يا شيخة صحة. فطبعا مشاهدين الكرام يعني راح نتكلم شوية عن موضوع الموسيقى، فبحيث أن يقوم مركز شؤون الموسيقى بدور كبير في تنشيط الحركة الموسيقية في دولة قطر، ومن أهم أهداف المركز هو نشر الثقافة الموسيقية وأيضا نحافظ على الموروث القطري، إضافة إلى عمل الورشات الموسيقية ورعاية المواهب بمختلف فئاتها الموسيقية. راح نتكلم عن جديد المركز وجهوده في دعم النشاط الموسيقي في قطر، معنا الأستاذ خالد جوهر وهو مستشار موسيقى بمركز الشؤون الموسيقى. في بداية اللقاء كل عام وانت بخير يبا، وعساك من عايد العيد إن شاء الله. أول لكم من التحية والتقدير والمحبة طبعا لتلفزيون بيتي اللي رجعت له تلفزيون، أول شيء أهنيكم كل عام وانتم بخير. وانت بخير. ويسرني في هذه المناسبة الكريمة أن أرفع إلى سمو سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد والأمير الوالد عسى الله يعطيه الصحة وإلى أهل القطر واللي يقيم على أهل القطر أسماء أبراك التحيات والعيد مبارك، وعلى قولتنا عيدكم مبارك وعساكم من عيد العيد. عساك من عيدينا يا رب. أنا راح استقل يبا وجودك الحين وتكلمنا شلون أنت قضيت أول أيام العيد مع العيال او مع في الزيارات، شلون قضيت الاول؟ والله احنا لنا طقوس، احنا كبار السن لحقنا على الجيلين، مواليد الستين عشنا في القرن الماضي 40 سنه وحين عشنا 20 سنه، فرحه العيد تواكب الكبير والصغير. لما كنا فرحتنا يمكن اطفال نستانس، ولا عندنا وتي ولا عند تاخذ ثوب تسويه الاول ثوب امريكاني يسمونه، ما عندنا الخلق حي الكنبو هالغر وتحطها تعطونك اياها حق تعيد فيه العيدين، العيد الصغير الفطر وتعيد فيه عيد الكبير الاضحى وتشيله حق المدرسه. واللي فرشت الاول خذيت المرقد وحطيت ثوبك عبارة الوتي هذه، وتقوم الصبح وتلبسه. الحين كبرنا والله يرحم جدي يودينا المحسن الحلاق اللي يسمونه ونتحسن نسوي تواليت، اول ما نعرف الحين كذي نسوي تواليت، والبنات لهم الفرحه الحنة الجدة طبعا تقوم دور اول ما في القصعة يسمونها تحطها بكذي وتطبق على يدها وتربطها وتقوم الصبح كنا في احسن صالون. حياة حلوة يعني، وللحين ذكريات ما تغيب. انا عندي بنت اسمها ذكريات، البنت يقول لي ايش معنى اسميه ذكريات؟ حاجة في نفسي احب ذكرياتي. طبعا العيد اهل علينا امس طبعا الصلاة ما ننام، لان بين الصلاة يأذن الحين ثلاث وثلث او شيء، بين الصلاة خمس قعدت سبحت جاني ولدي وطلعنا رحنا المسجد صلينا عن النبي وسلمنا على الجماعه، رحنا نزور الجماعه ونخلص وجيت البيت. طبعا اول ما عدت فيني بنتي حبيبتي ام خليفه قرت عيني يا رب ويا سلمت علي وطيبتني وما ادري ايش، وقعدت شوي ويا زوجتي ام العيال ام سعيد عسى الله يحفظها ولها دور كبير يعني عسى الله يطول عمرها. وتم ان نقد احنا غدا العيد مثل الاول الساعه 8 9 ونص الساعه 8 9 ونص خلاص الاول ما يتغدون صحي والله الاول ناس تسوي سمك محمر برانيوش، ناس تسوي لحم، الحياه بسيطه. هذه العيد وعادي ومر علينا انه اليوم ثاني عيد يعني يتم ضيافتكم الكريمه منورنا الله يسلمك منورنا. وبعد مثل ما قلت هذا بيتك الثاني يا مالك والله عشت من السبعين ما شاء الله من السبعين ما شاء الله ما شاء الله. طبعا في البدايه اذا بنتكلم احنا يعني نتكلم عن جديد مركز الشؤون الموسيقى في قطر، شنو الاشياء القادمه ان شاء الله؟ والله في بادي كلام يعني احب اشكر بكل امانه سعاده الوزير الفاضل صلاح بن غانم العلي وزير الرياضه الثقافه والرياضه على ما ابدى واللي احنا قاعدين نشوفه وتوجهاته وعنايته للمركز. المركز عشان اكون انا صريح، احنا الاول لما كنا نسافر مثل قطر في بعض نروح بالامور الشعبيه التقليديه العارضه، الحين البوادر الصح دخلنا على سيمفونيات قاعدين نشجع الشباب لانه مشاركات
جدا جميلة. يعني الأول تروح مثل قطر بالعرض الصحيح، لا الحين تمينا نمزج سيمفونية متهوفن، سيمفونيات الكبار، ندخل عليها لحال، ندخل عليها العود، ندخل عليها المرواس، لنقطة التوجه الكريم اللي جاء، خصوصا أن احنا قطر من فضل الله عندنا أقوى إعلام، عندنا أقوى اقتصاد، عندنا الحدث اللي بيبهر العالم إن شاء الله. عليه سنة وشيء 2000 ديسمبر 2000 لابد أن نراوي اللي بيجي قطر، حتى الجماعة في لجنة الأرث أشكرهم وأنا كنت من ضمنهم وسافرت معاهم، لهم توجه لهم تطلع أن افتتاحنا بيكون أحسن افتتاح، بس لابد بمزدون في التراث. هذه دور مركز الموسيقى. أنا لما تم تحويلي أنا كنت في لجنة تابعة ثانية، وتم تحويلي بأمر من سعادة الوزير الله يعطي الصحة ومدير مكتبه الأخ حسين بن راشد الكبيسي، ما قصر. كنت في يعني مش عارف ايش بسوي، لكن يوم قعدت مع مدير مركز استاذ خالد سالم تفاجأت ان احنا ترى، انا على فكره صادتني فتره انزواء انطواء حكم السن وحكم ربعك، وما عندي يعني ذاك المقومات القويه، لكن من فضل الله يوم رحت المركز وانا رايح نص ساعه استاذ قعدت معاه 3 ساعات ما شاء الله رواني اشياء يعني ابهرتني. قلت الحمد لله احنا ترى قطر البلد معطاء والارض هاي طيبه وفيها العطاء. هذه مركز الموسيقى الحين له خصوصيه بتطوير وتطويع الفن على حسب الزمان اللي احنا نعيش فيه 2020 و2021 ايام الحين طلع كل شيء. احنا يعني لما نقدم مثلا الفجري ونقدم لوحه عرضه موسيقها بالحداثه بالموسيقى بالتطوير بآله البيانو بآله العود الغانون، يعني انت لما تسمع سيمفونيه لبيتهوفن مثلا تسمع فيها عود، اللي تقول عود فن الصوت، تسمع فيها حال، احنا بلغتنا نسميه مقراش لحل الفخار، تسمع فيها المرواس، شيء عجيب صراحه. جميل. يعني المركز اضاء شعله قويه، وانا احساسي لا بيخدم بلدنا خدمه طيبه. والله امانه دخلت في خاطري بأسمع ال 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 لا احنا مفاجاتنا دائما يعني ارضوا حواجكم بالكتمان، بس عندنا سوينا اغنيه للعيد زين، وعندنا ولد شاب اسمه هاشم اليافعي من الشباب القطريين اللي بارزين في هذا المجال، والحين اغنيه الدكتور الفاضل اخوي العزيز دكتور حسن رشيد كاتب الكلمات والحان محمد المري الموسيقار استاذ محمد، يعني وعندنا تطلع تطلع تطلع، بس احنا بقياده الاستاذ الفاضل خالد السالم نتتبع خطوه بخطوه، ما نحب يعني نندفع مره واحده، عندنا توجه في المترو في كتارة في الملاعب بنحط هذه، لما تروح اوروبا تشوف العازفين صحيح يحطون لهم فلوس تخبر صحيح. لا احنا الخير عندنا الخير في خير، احنا ما نحتاج للدعم، لان تطلع ان حتى في كاس العالم يكون لنا دور، وبفضل الله بيكون لنا دور المركز، انا اجزم انه بيكون له دور فعال في كل موسيقى في قطر ان شاء الله. ان شاء الله. ابوي خالد يعني في الجيل هذا الجيل الجديد شنو الالوان اللي يميل لها، يعني شنو نقطه الاشتراك بين الجيل الماضي والجيل الحاضر اليوم عيالنا هاي الاجيال؟ الجيل الماضي يمثل الاصاله، والجيل الحاضر يمد الحضاره وهذه الملحين الانترنت ما انترنت، بس من فضل الله ان عندنا تشابك وعندنا تواصل في الجيلين. يعني الحين بعض الجيل لما يسمع الفجري شنو هذه شنو ذي، انا الحين تمنا نكتب في قناه قطر وقناه الريان، انت تقول تهمهمون في الفجري، يا مو بهمهمات كلها ذكر الله الله سبحان الله، تمنا نكتب المسميات او الغنى اللي يرددونه، لان احنا نبي الجيل هذا يتواصل. احنا عيالنا الحمد لله ما عليهم خوف العرضه، العرضه كل يوم عرس، السامري كل يوم، لكن احنا نبي نحببهم مثل ما تفضلت بنتي العزيزه، نبي نحببهم تراث، وفي مد الجسور متواصله من فضل الله، وفي رغبه لهم كبيره يدخلون معنا في هاي المركز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا يمكن الايام القادمه راح تكون راح نكون معاكم احنا قلبا وقالبا نسلط الضوء على جديد مركز شؤون الموسيقى، وايضا بتكون لنا اكيد لقاءات متكرره، ويمكن وصلنا داهمنا الوقت ابوي
خالد جوهر، لكن وصلنا إلى ختام فقرتنا وياك وأيضا ختام الحلقة فختامها مسك. فكل الشكر لك خالد جوهر، وأنت مستشار موسيقى بمركز الشؤون موسيقى، على تلبية الدعوة ووجودك معنا في برنامج عساكم من عوادة. أنا اللي لي جزيل الشكر والامتنان بحضوري، أنا طالعكم كل يوم. يسلم لي راسك، شرف لنا، شرف لنا، هاي شرف لنا. توجيه الدعوة لكل هالقطر ولكل المقيمين، احنا حتى مركزنا مركز قديم حلو في الصوت القديمة، أي واحد يبي ينضم الموسيقى حط تاج على رأسنا إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير، وجه طبعا في النهاية أعيد على عيالي وحبايبي وعلى عمتي عسى الله يطول عمرها وإخواني وعندي فهد عسى الله يحفظه، يعطيك العافية وذكرياتكم خليفة، الله يحفظهم لك، وعلى أم سعيد وعلى كل الأحباب في قطر إن شاء وكل عام وانتم بخير. وإحنا نقول حق مشاهدينا واللي يشاهدنا، فمان الله، نشوفكم على خير في حلقة جديدة، فمان الله.